بدل كان منتخب قطر أمام منتخب فيه نجوم كبار، يعني تحدث عن سانشيز، عن فيدال، عن ميدل، عن لاعبين تجاوزوا أو بلغوا حتى أرقام مذهلة. هذا الثلاثي تجاوز 100، يعني هناك من لعب 150 مباراة مع تشيلي، لاعبي خبرة. تواجد الفريق الأساسي لمنتخب تشيلي ولاعبين يعني لاعبي خبرة، الحقيقة المنتخب القطري ظهرت بتحسن كبير مقارنة بمباراة كندا، خاصة بعد 4 تغييرات التي قام بها، خاصة يمكن على مستوى حراسة المرمى، لأنه حتى في المقابلة الأولى الهدفين التي تلقاهم يعني منتخب قطر كانوا يعني عن طريق أخطاء فردية من حارس المرمى أو حتى الدفاع. اليوم يعني أكثر حاجة ميزت منتخب القطر يمكن هي ردة الفعل، يعني بعد تقبله لهدف أول يرجع في النتيجة يسجل هدف الأول والثاني، لكن فيما بعد نفس الأخطاء ترجع من أول وجديد على مستوى التمركز خاصة الدفاعي. أكيد المنتخب القطري مطالب بإصلاح هذه الأخطاء، وافق الكابتن يونس أكيد في الرسم التكتيكي، يمكن لأنه عنده آليات معينة تتمثل في لاعبي الأطراف يعني في المنتخب القطري خاصة مع تواجد الخوخي، ثم لاعبي الهجوم معز علي أو أكرم عفيف قادرين على صنع الفارق اللي شفناه يمكن اليوم في المباراة. في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم كان مميز جدا المنتخب القطري، وتواجد يمكن 4 أو 5 لاعبين في منطقة الفريق المنافس في كل هجمة، يعني هذه نقاط إيجابية تحسب للمدرب والمنتخب القطري.